بسم الله الرحمن الرحيم. نبقى دائما مع الوحدة الثانية الخاصة بتطور الجمل الميكانيكية، ونواصل دراسة حركة كواكب الأقمار الصناعية، حيث سنقوم في هذه الحصة بإذن الله بحل تمرين بكالوريا مستخلص من بكالوريا 2009 رياضيات الموضوع الثاني. سأقرأ نص التمرين. ينتمي القمر الاصطناعي جوف A إلى برنامج غاليليو الأوروبي لتحديد الموقع المكمل للبرنامج الأمريكي GPS. نعتبر القمر الاصطناعي جوف A ذي الكتلة M تساوي 700 كيلو غرام نقطيا، ونفترض أنه يخضع إلى قوة جذب الأرض فقط، أي أننا سنهمل جميع القوى الأخرى. يدور القمر جوف A بسرعة ثابتة في مدار دائري مركزه O. هذا يعني أن حركة القمر الاصطناعي هي حركة دائرية منتظمة على ارتفاع H يساوي 23.6 قوة 3 كيلومتر. أنبه دائما إلى تحويل المسافات إلى المتر، أي H يساوي 23.6 × 10^6 متر من سطح الأرض. أولا، في أي مرجع تتم دراسة حركة هذا القمر الاصطناعي، وما هي الفرضية المتعلقة بهذا المرجع والتي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن؟ نعلم أن قوانين الثانية قوانين نيوتن تطبق في حالات فقط، إذن يجب ذكر الفرضية المتعلقة بالمرجع حتى نتمكن من تطبيق القانون الثاني لنيوتن. السؤال 2، أوجد عبارة تسارع القمر جوف A وعين قيمته. إذن إيجاد المطلوب في السؤال 2 إيجاد عبارة تسارع القمر الاصطناعي وتعيين قيمته. السؤال 3، أحسب سرعة القمر جوف A على مداره، ثم عرف الدور T، ثم عين قيمته بالنسبة للقمر جوف A، وأخيرا أحسب الطاقة الإجمالية للجملة جوف A فاصلة أرض، علما أن كتلة الأرض تساوي M لتي تساوي 5.98 × 10^24 كيلوغرام. نصف قطر الأرض هو آر تي يساوي 6.38 × 10^3 كيلومتر. قلنا أن الأطوال يجب أن تحسب بالمتر، وبالتالي 6.38 × 10^6 متر. إذا نبدأ الآن في حل هذا التمرين. السؤال الأول، ما هو المرجع الذي تتم دراسة حركة هذا القمر الاصطناعي فيه؟ طبعا المرجع الذي تتم الدراسة فيه هو مرجع جيومركزي أو مركزي أرضي، حيث نكتب تتم دراسة حركة القمر حركة الكواكب والأقمار الصناعية في المرجع الجيومركزي، كما يمكن تسميته بالمرجع المركزي الأرضي. طبعا نعلم كلنا أن قوانين نيوتن يجب أن تطبق في المعالم الغاليلية، ولا يمكن اعتبار هذا المرجع غاليلي إلا إذا كانت مدة الدراسة قصيرة مقارنة بمدة دوران الأرض حول الشمس. إذن بالتالي نقول أن الفرضية المتعلقة بالمرجع والتي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن هي أن يكون المرجع غاليليا، وهذا يتحقق إذا كانت مدة الدراسة قصيرة جدا مقارنة بدور حركة الأرض حول الشمس. إذا نكتب الفرضية المتعلقة بالمرجع والتي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن هي أن يكون المرجع غاليليا، غاليلي أو عطالي. وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت مدة الدراسة قصيرة، إذا
كانت مدة الدراسة قصيرة جدا مقارنة بمدة دوران الأرض حول الشمس. إذن السؤال الثاني: إيجاد عبارة تسارع القمر جوف أر. طبعا لإيجاد عبارة تسارع القمر يجب تطبيق القانون الثاني لنيوتن، وقبل تطبيق القانون الثاني لنيوتن الذي ينص على أن محصلة القوى الخارجية المؤثرة على الجملة الميكانيكية تساوي جداء سرعتها جداء كتلتها في تسارع مركز عطلتها، أي أنه يجب تحديد الجملة المدروسة، في هذه الحالة الجملة قمر اصطناعي، الجملة المدروسة نرمز لها بالرمز اس وهي القمر الاصطناعي المرجع، قلنا جيومركزي. ثم نقوم الآن بتطبيق القانون الثاني نيوتن، نكتب بتطبيق قانون الثاني لنيوتن طبعا على هذه الجملة في المرجع الجيومركزي، والذي ينص على أن محصلة القوى الخارجية المؤثرة على الجملة الميكانيكية تساوي جداء كتلتها في تسارع مركز عطلتها. وبما أن القوة الوحيدة التي تؤثر على هذا القمر الاصطناعي هي قوة جذب الأرض لها، والتي نرمز لها بالرمز F T على S تساوي M في A، علما أن F T على S أي القوة التي تؤثر بها الأرض على هذا القمر الاصطناعي حسب قانون الجذب العام لنيوتن تساوي G في M في M T على البعد بينهما مربع وهو R مربع في شعاع الوحدة M. هذا يعني أن G في M كتلة القمر الاصطناعي في كتلة الأرض M T على R مربع في شعاع الوحدة N تساوي M في A. يمكن اختزال M مع M ونحصل على عبارة شعاع التسارع A يساوي G في M T على R مربع في M. شعاع الوحدة هو الشعاع المتجه من القمر الاصطناعي نحو الأرض، هذه العبارة الشعاعية، ولكن بالإسقاط يمكن أن نكتب بالإسقاط عبارة التسارع فقط، عبارة قيمة التسارع A تساوي G في M T على R مربع فقط. إذا نتخلص من الأشياء هذا بالإسقاط. من بعد الإسقاط على المحور الناظمي نتحصل على عبارة قيمة التسارع وهي A في G ثابت الجذب العام، حيث G تساوي 6.67 في 10 قوة ناقص 11 وحدة دولية، وأمت هي كتلة الأرض الأرض، وآر هي نصف قطر المدار. إذا الآن نقوم بتعيين قيمة تسارع القمر. إذا من العلاقة السابقة A تساوي G في أمت على آر مربع، نقوم بتطبيق عددي فقط، تطبيق عددي. إذا نكتب A تساوي G اللي هي ثابت الجذب العام ويساوي 6.67 في 10 قوة ناقص 11 مضروبة في MT وهي 5 فاصل، إذا من المعطيات 5.98 في 10 قوة 24 كيلوغرام على R هو نصف قطر الدائرة، والذي يساوي R نصف قطر الأرض زائد الارتفاع عن سطح الأرض، وبالتالي يساوي 6.38 في 10 المفروض في 10 قوة 3 كيلومتر، ولكن نحولها إلى المتر تصبح 10 قوة 6 متر، زائد
23.6 وهي ارتفاع h في 10 قوة 6 متر من الكل مربع الشكل، ونحصل على عبارة قيمة التسارع تساوي ها تساوي 0.44. وحدة التسارع هي المتر على الثانية مربع. إذن الآن طلب منا حساب سرعة القمر جوف أ على مداره. إذن في الأسئلة السابقة توصلنا إلى كتابة عبارة التسارع أ تساوي جي في أم تي على آر مربع، وبما أن الحركة دائرية منتظمة فإن التسارع قلنا أنه يكون ناظمي، إذن أ يساوي أن تسارع ناظمي يساوي في مربع على آر. نعوضه في العلاقة الأولى، نجد أن في مربع على آر تساوي جي في أم تي على آر مربع. إذن بضرب طرفي المعادلة في آر نتخلص من آر في هذا الطرف، وتبقى آر في الطرف الثاني فقط، ومنه في تساوي أو في مربع تساوي جي في ام تي على ار. اذا ندخل الجذر نجد ان في تساوي جذر جي في ام تي على ار. هذه هي عباره السرعه المداريه تس اوربيتال. تطبيق عددي الان، تطبيق عددي، إذا V تساوي جذر G وهي 6.67 في 10 قوة ناقص 11 مضروبة في MT اللي هي 5.98 في 10 قوة 24 كيلوغرام على R وهي 6.38 في 10 قوة 6 زائد 23.6 في 10 قوة 6 فقط. هذه هي H وهذه هي R لتي. R لتي زائد H هي نفسها R. إذا النتيجة V تساوي 3.64 في 10 قوة 3 متر على الثانية، أي 3640 متر على الثانية هي سرعة القمر الاصطناعي في مداره الموجود على ارتفاع 23.6 في 10 قوة 6 متر. إذا الآن تعريف الدور، قلنا الدور هو المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة. إذا نعرف الدور كما يلي، هو المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة واحدة، أي أن من عبارة السرعة، السرعة تساوي المسافة على الزمن، وبما أن الدور يرمز له بالرمز T فإن السرعة تساوي المسافة وهي محيط الدائرة، محيط الدائرة على المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة كاملة والتي نرمز لها بالرمز T. محيط الدائرة يحسب بالعلاقة 2 بي في R إذن على T، ومنه T تساوي 2 بي في ار على في. من هذه عبارة الدور بدلالة السرعة. إذن ولدينا أيضا، ولدينا في تساوي جذر جي في ام تي على ار،
لما نعوض عبارة السرعة في عبارة الدور نجد أن T تساوي 2 بي في R على الجذر J في N T على R. إذن وتساوي 2 بي في R مضروبة في إذن مقلوب الكسر الثاني جذر R على J في N T. إذن R لما تدخل إلى الجذر تصبح R مربع مع الـ R تصبح R مكعب على J في N T طبعا تحت الجذر مضروبة في 2 بي 2 بي. إذن نكتب T تساوي 2 بي في جذر R مكعب على J في M T هي عبارة الدور بدلالة J و M T و R. إذا الآن تعيين قيمة الدور T. إذا يمكن حساب قيمة الدور T بطريقتين. الطريقة الأولى انطلاقا من السرعة. إذا في السؤال السابق كتبنا أنه T تساوي 2 P في R على V. هذه الطريقة الأولى. كما يمكن استعمال الطريقة الثانية مباشرة T تساوي 2 بي في جذر قلنا R مكعب R مكعب على G في M T. إذا تطبيق عددي فقط نجد أن T تساوي 2 بي هي 2 في 3.14 تحت الجذر R مكعب وهي 6 دائما فاصل 38 في 10 قوة 6 زائد 26 فاصل 23 23 فاصل 6 في 10 قوة 6 هذه كل مكعب على جيلية 6 فاصل 67 في 10 في 10 قوة ناقص 11 مضروبة في 700 فن في MT وهي 5.98 في 10 قوة 24. إذن النتيجة T تساوي 5.16 في 10 قوة 4 ثانية. يمكن تحويلها إلى الساعات تساوي 14.33 ساعة. 33 ساعة. إذن الآن حساب الطاقة الإجمالية للجملة جوف أرض. طبعا أولا قبل يعني الكلام عن الطاقة يجب تحديد الجملة كما هي موضحة الآن. الجملة هي أرض زائد جيوف أ. هذا يعني أنه يمكن التكلم عن الطاقة الكامنة الثقالية EPP والتي تساوي M في G في H. هذا يعني أن الطاقة الكلية للجملة أرض زائد قمر اصطناعي تساوي الطاقة الحركية إذن E توتال تساوي E C زائد EPP. طبعا باعتبار الجملة الأرض هي ثابتة والقمر الاصطناعي جوف A يتحرك بسرعة V. هذا يعني أنه E C لهذا القمر الاصطناعي تساوي 1 على 2 M في V مربع. بالتالي نعوض الطاقة الكلية E لـ T تساوي 1 على 2 M في V مربع وزائد M في G في H. هذه هي عبارة الطاقة الكلية للجملة جيوف A زائد R. علما أنها يعني الأرض والجملة أرض زائد جيوف أ معزولة طاقويا يعني لا توجد قوى خارجية مؤثرة على هذه الجملة.
إذا الآن حساب الطاقة الإجمالية لجملة جيوف أ أرض. إذا الجملة المدروسة هي الأرض زائد جيوف أ. لا توجد قوى خارجية مؤثرة على هذه الجملة، أو يمكن اعتبار هذه الجملة جملة معزولة، وبالتالي الطاقة الكلية لهذه الجملة ET نرمز لها بالرمز ET تساوي الطاقة الحركية لهذه الجملة زائد الطاقات الكامنة. إذا الطاقة الكامنة الوحيدة الموجودة هي الطاقة الكامنة الثقلية EPP، لأن الأرض جزء من الجملة. تعطى عبارة الطاقة الحركية بالعلاقة 1 على 2 M في V مربع زائد EPP وهي M في J في H. إذن E لT تساوي 1 على 2 M في V مربع زائد M في J في H. تطبيق عددي E total تساوي 1 على 2 M هي 700 كيلوغرام مضروبة في V مربع وهي 3.64 في 10 قوة 3 هذه عبارة السرعة مربع زائد M قلنا 700 في G 0.44 مضروبة في H وهي 23.6 في 10 قوة 6، بالتالي نحصل على التوتال تساوي 119 في 10 قوة 8، من 1.19 في 10 قوة 10 جول. طبعا 0.44 هي قيمة التسارع الجاذبية للأقمار الاصطناعي في هذا الارتفاع.